أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية، عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيك نيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك، عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك. ربنا يقودك معانا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. برحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، برحب اللي معانا هنا في الاستوديو، برحب بالناس على شاشات التلفزيون. بصلي ان الوقت اللي بنقضيه مع بعض يجاوب على تساؤلات وينير اذهاننا وعيوننا في معرفة الله، ويشجع ناس اكتر انها تدخل لمدرسة المسيح بكل قلبها وبعزم حقيقي. في رحلتنا في الدراسة ديت واحنا بنتكلم عن معرفة الله، تكلمنا عن طبيعة الله، الله الروح، الله الشخص، الله الثالوث، وبعدين ابتدينا نتكلم عن قدرة الله، أو بمعنى آخر صفات الله الطبيعية. وقلنا المفتاح بتاع فهم صفات الله الطبيعية إن الله غير محدود. فأولا غير محدود من نحو الزمن وسميناه سرمدي، غير محدود من نحو المكان وسميناه كلي الوجود. وأتمنى أن نكون فاكرين كويس أن المفهوم بتاع أن الله موجود في كل مكان مش ده أدق تعريف لكلي الوجود. كل الوجود موجود في محضر الله، الله أكبر من الوجود. السماء وسما السماوات لا تسع. هنخش خطوة أعمق في موضوع صفات الله الطبيعية، وهناخد حاجة تبان سهلة في البداية لكننا هنصطدم بحتة مهمة جدا، أتمنى هنتصلح بعض المفاهيم وتجاوب على بعض التساؤلات اللي بنسألها في أحداث الحياة اللي إحنا بنمر بيها. الله من نحو القدرة، كلي القدرة، الله كلي القدرة. هقف عند آية واحدة وبعدين زي ما تعودنا هنروح لأصدقائنا نسمع منهم تعرفهم عن يعني إيه الله كلي القدرة. تكوين 49:25 بيقول: من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء، الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين وبركات الرحم. الرب القادر على كل شيء، عبارة تكررت كتير قوي بالذات في العهد القديم. خلينا نروح نسمع بعض الناس وهي بتقول يعني ايه بالنسبة له، ايه معنى ده وايه مفهومه بالنسبة له، وبعد نرجع نيجي نتكلم يعني ايه الله كلي القدرة. مدرسة المسيح. بيتر، هو ربنا قدرته ليها حدود؟ لا ملهاش حدود. لا قدرته ملهاش حدود. مايكل، هو ربنا بيقدر يعمل كل حاجة؟ اكيد ربنا بيقدر يعمل كل حاجة. مين قدرات ربنا تقف فين؟ ما تقفش قدرات ربنا، ما بتقفش. هو ربنا قدرته ليها حدود؟ لا طبعا ملهاش حدود. لا ملهاش حدود، الله ملوش حدود، هو فوق حد التصور، ملوش حدود. لا غير محدود، الله غير محدود. لا ما يعصرش عليه اي امر. يعني قدرات ربنا ممكن تقف لحد فين؟
لا ما تقفش يعني ما لهاش حدود. قادر على كل شيء ولا يسر عليها أمر. طبعا يقدر على كل حاجة صاحب المعجزات. قدرت ربنا ممكن تقف فين؟ لا ما تقفش. مكاسة المسيح. أفتكر السؤال ده بسيط وسهل الإجابة عليه. ربنا يقدر على كل حاجة؟ في حد عنده شك في الحكاية دي؟ الله سرمدي من نحو الزمان، الله كلي الوجود من نحو المكان، الله كلي القدرة لا يعصر عليه أمر، القادر على كل شيء. خلينا ناخد شوية آيات بتقول نفس المعنى، وبعدين هنقف عند السؤال الصعب. هنقف عند سؤال يمكن نختلف فيه، بس هو ده اللي بيجاوب على تساؤلات كتيرة قوي عندنا. مزمور 89:13، لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. جميلة التعبيرات الكتابية وهي بتصف شخصية الله. أيوب دي الخلاصة بتاعته، دي النهاية، ده القمة بتاعة هذا السفر. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. ما عندكش مستحيل، ما عندكش مستحيل. رؤية 16، وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. 16:7، 16:14، فإنهم أرواح شياطين صانع آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. زي ما بقول إن ده قرار بنسمعه طوال العهد القديم والعهد الجديد. فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. ده السؤال اللي عايزين نقف عنده. هل هذا يعني إن ربنا قادر على كل شيء؟ هل هذا يعني إن القدرة الإلهية تفعل ما تريد وقتما تريد بالطريقة التي تريدها؟ سألنا الناس في السكة كذا مرة، قلنا له في حدود للقدرة؟ لا، لو يقدر على كل حاجة ما فيش حدود. هل ده معناه الترجمة العملية إن ربنا بيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها؟ ولا لا؟ حد يقدر يعمل أي حاجة؟ إذن اللي بنتخيله هيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، ومحدش يقدر يحده أو يقوله ماذا تفعل. دي الترجمة اللي كتير مننا بنتخيلها. فبنظن إن إذن أحداث الحياة كلها في إرادة ربنا، لأنه يقدر يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها. عارفين إجابة السؤال ده إيه؟ لا. دي الصدمة، إن لا. طب يبقى كده ربنا غير قادر على كل شيء؟ لا، قادر على كل شيء. لكن هذه القدرة الإلهية غير المحدودة خاضعة. واحد قوي 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 قدرته دي خاضعة لإيه؟ هو يقدر يعمل أي حاجة، بس هو أخضع القوة ديت لإيه؟ أخضع القوة ديت لحاجتين. واحد، لشخصه، لصفاته، مش out of control، لا، controlled، بتتحكم فيها الشخصية الإلهية. الشخصية الأدبية بتتحكم في القدرة الإلهية. اتنين هتيجي حالا، خاضعة للقوانين بتاعته لشخصه. زي ايه؟ أنت مستحق أيها الإله الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت بإرادتك، فهي خاضعة للإرادة الإلهية النبعة من شخصيته والنبعة من صفاته. بيقول إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه، لأنه خاضع لصفته، وصفته هي الإيه؟ الأمانة. فما يقدرش ما يبقاش أمين. لأن القدرة دي خاضعة لمين؟ لشخصيته، خاضعة لصفاته. ده يطمني، مش كده؟ ده يطمني.
ان القدره دي مش قدره بلا كنترول. لا لا لا، في من يحكمها، واللي بيحكمها اولا صفاته، حبه، رحمته، امانته، صدقه، عدله، مش كده؟ وده يطمني ولا يزعجني؟ ده يطمني، ما يخوفنيش. النقطه الثانيه هي اللي هتخضنا، النقطه الثانيه هي اللي هتخضنا، ان قدره الله خاضعه للقوانين اللي هو وضعها. في عالم البشر اتعودنا لفترات طويلة من تاريخ البشرية ان اللي بيحط قانون يبقى هو ايه؟ فوق القانون. اتعودنا كبشر كده ان اللي يحط قانون يبقى هو ايه؟ فوق القانون، ما يمشيش عليه، ده انا اللي حطيته ما يمشيش عليا. احنا متعودين كده، فاحنا فاكرين ربنا كده حط قوانين للعالم، حط قوانين للحياة، حط قوانين للعلاقات، بس هو ايه؟ ما يمشيش عليه، هيعمل اللي هو عايزه، حتى لو اللي هو عايزه ده يتناقض مع الايه؟ مع القانون اللي هو حاطه، هيعمله، ملوش دعوه بالقانون، القانون ما يمشيش عليه. دي مش الحقيقه. لو ربنا عايزنا احنا نحترم قوانينه لازم هو اول واحد ايه؟ يحترمها، عشان لازم يكون مثل ولازم يكون قدوه. ده الكمال، الكمال ان واضع القانون هو اول من يحترم القانون، مش لانه ما يقدرش يكسره، لانه ما يحبش يكسره، لأن القانون اللي هو حطه قانون كامل زيه، فلو هو كسر هو بيكسر إيه؟ بيكسر كماله، ولو هو كسره محدش فينا يبقى مطالب أمام الله أنه ما يكسروش. مظبوط؟ مظبوط؟ خلي بالكم من الفكرة دي، والفكرة دي على قد ما هي بسيطة بس غريبة علينا، زي ما قلت لأن احنا تعودنا أن واضع القانون هو فوق القانون. قال لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الردية، لماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ ربنا عايز إيه؟ عايز الشرير لا يموت لأنه لا يصر بموت الشرير، وعايز شعبه يعمل إيه؟ يرجع ويتوب. يعني هو عايز، طب هو يقدر وما يقدرش؟ يقدر، لو لو القدره الالهيه تفعل ما تريد وقتما تريد كفاما تريد، مفروض يعمل ايه؟ يرجعهم. ما رجعتهمش ليه يا رب؟ انت عايز انا عايز، انت تقدر انا اقدر. الله، طب ما ترجعهم. ما رجعتهمش ليه؟ واضحه اللي انا بقوله؟ انت عايز انا عايز، لا اصر بموت الشريك، ارجعوا ارجعوا، انت تقدر انا كلي القدره. طب ما رجعتهمش ليه؟ عشان في قانون انا حطيته ان الانسان حر ولازم هو اللي يختار يرجع. لو انا رغمته يبقى انا حرمته من حريته، يبقى انا حولته الى دميه، حولته الى روبوت، حولته الى كائن غير حر وغير اخلاقي، الى حيوان يساق، وانا خلقته على صورتي كشبهي. آيات كتيرة بقى بتقول اللي احنا قلناه ده. مرقس 6:5 بيقول ولم يقدر، بصوا القدرة اهي، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يدي على مرضى قليلين فشفاهم. ليه لم يقدر هناك أن يصنع؟ ليه ما قدرش؟ عارفين بقية الآية؟ لعدم إيمانهم. يعني في حاجة تقدر تمنع ربنا أنه يعمل اللي هو عايزه؟ آه، لأنه قليل القدرة؟ لا، مش لأنه ما يقدرش، لأنه حط قانون وهو هيلتزم بالقانون. إذن قدرة الله خاضعة لشخصيته وللقوانين العادلة والحق اللي هو وضعها لحكم الخليقة وحكم الإنسان. خلونا نروح نسمع بعض الناس لما سألناهم في الحتة ديت ونشوف هم بيفكروا إزاي، وده واقعه علينا هيكون ايه النهاردة. نروح ونرجع مع بعض. مجدت المسيح. مفيش حاجة خالص خارج حدوده؟ لا، انا مقتنع جدا ان هو حتى لو في حاجة بتحصل لي وحشة او
او عموما اي تجربة او اي حاجة وحشة بتحصل عامة في حياتي كأنا يعني لا ببواثق ان كل حاجة بين ايد ربنا يعني هو مسيطر على كل حاجة. هو حتى لو كل حاجة بانت قدامي ان هي كل حاجة بايظة وكل حاجة وحشة بس انا متأكد ان هو مسيطر على كل حاجة. كل القدرة لكن ما بيوقفش الشر ما بيوقفش الزلازل ليه؟ لان هو عايز كده ده برضه داخل في قدرته. ممكن اكون انا شايف ان ده شر بس ممكن يكون هو مش شر ممكن يكون قصد بيه خير. ده شيء طبيعي جدا يعني انا ممكن اشوف حاجه بتحصل لي في حياتي ان دي مش حاجه حلوه او ده شر بالنسبه لي بس ممكن يكون ربنا قصد بيها خير او اكيد هو ربنا لو انا مؤمن فعلا وعارف. انا مش شرط اكون عارف كل افكار ربنا او كل طرق ربنا اللي هو بيتعامل بيها معايا بس لازم شرط اكون متاكد ان هو بيعمل كل حاجه عشان دي هتبقى حلوه ليا بعدين او دلوقتي. يعني الشر والحوادث بتالي من ناحيه الحوادث او الزلزال او كده لانه اوقات بيحتاج انه يعدينا في اختبارات عشان نكبر. يعني حتى في الجيم يعني لما جيت العب في الاول بعد اول تمرينين او حاجه حسيت ان دراعي وجعني جدا ولما روحت ما كنتش عارف انام فالموضوع كان متعب لكن بعد كده جسمي ابتدى يفرق ويبقى احسن. فوقت الله بيستخدم الحوادث او الظروف مش الحوادث بيستخدم الظروف الصعبه سواء حوادث او لا في انه يبني حاجات في الشخصيه او يعلم حاجات. ومن ناحيه الشر هو ما يقدر يوقف الشر بس هو مش موقف الشر لانه عايزك تختار يعني سايب لك حريه انك تختار لانه لو انت ما فيش شر فهيبقى كله خير فانت مش ما بقتش بتمشي بارادتك بقى الله حطت لك الخير فانت في الخير على طول لكن انه حطت شر وخير انت قادر تختار بين الاثنين وقادر يبقى لك كيانك فالله واخد الصفه ان هو عادل او مش ديكتاتوري يعني مدي لك الاختيار. ده معناه ان ربنا ما يقدرش يتحكم في اراده انسان دي خارج قدرته. ممكن الله يتحكم في إرادة إنسان بس هو مش بيعمل كده لأنها بتختلف مع حاجة تاني في طبيعته. يعني الله قادر على كل شيء مهما كان لأن ربنا إدانا حرية وبدليل إن هو ما يعني لما آدم قال هو ما منعهوش إن هو يأكل لكن قال له ما تأكلش قدرة ربنا ما بتتعارضش خالص مع الحرية الشخصية. طب هو ليه مش بيقدر يوقف الزلازل والحروب ما هو كلية قدرة؟ هو قال كده قال هيكون هتسمعوا زلازل وحروب أخبار حروب هو يتكلم على الزلازل والحروب. طب ما دي حاجة من قدراته إنه في هو لما بيجي في المكان بيزلزل المكان اللي بيجي فيه لكن الزلازل اللي احنا بنحس بيها دي الزلازل والأوبئة دي نبوات مكتوبة في الكتاب بيكون زلازل وأوبئة وبراكين دي نبوات اتنبأت بها الأنبياء ومكتوبة. ليه ما قاصد من كده عشان يعرفنا الخير من الشر. احنا دخلنا في الجد خلي بالكم من الفكرة ديت. التطبيق الاول المهم لفهمنا ان قدرة الله غير المحدودة تحدها شخصيته وقوانينه بتغير مفهوم هائل عندنا. المفهوم ده بنسميه القدرية. ناس كتير مننا كمسيحيين بتؤمن بحاجة تشبه الكلمة دي بس يمكن مش بيسموها كده القدرية. يعني ايه القدرية؟ يعني لأن الله يفعل ما يريد وقتما يريد كيفما يشاء إذن كل حاجة بتحصل في الواقع هي ايه؟ هي إرادة ربنا. إن كله مقدر وإيه؟ ومكتوب لينا ربنا عايز كده. ما هو صاحب السلطان وما فيش حاجة تقدر تمنع ايده فاللي عايزه بيعمله فاذا كل حاجه بتحصل هي ارادته. الحكايه دي بتشوه صوره ربنا في نظرنا لان كتير قوي اللي بيحصل حوالينا شر مش خير وربنا مش عايز الشر ويقدر يمنعه فكونه ما منعوش يبقى هو ايه؟ يبقى هو عايز الشر.
ففكرة القدرية ديت، فكرة السلطان اللي بيخلي ربنا بيسوق الأحداث وكل ما يحدث حوالينا، هو في الآخر بصورة أو بأخرى إرادة الله. الحقيقة دي تشوه صورة الله وتتناقض مع الآيات اللي إحنا قرناها، إن أنا أردت وأنتم لم تريدوا. إيه النتيجة؟ هيحصل اللي أنتوا عايزينه مش اللي أنا عايزه. فاللي بيحصل ده اللي أنتوا عايزينه مش ده اللي أنا عايزه. الحرب ده أنتوا عايزينها، ده مش أنا عايزها. الشر ده أنت عايزه، مش ده اللي أنا عايزه. من الأول لآدم ما تعملش كده يا آدم، عمل كده، راح لقايين ما تقتلش أخوك، صح؟ عند الباب خطية رابضة، إليك اشتياقه، أنت تسود عليه. أنت تقدر تقول للحاجة اللي جواك دي، للنداء اللي بينادي عليك من بره ده، أنت تقدر تقول له لأ. قام وقتل أخيه. يبقى ربنا عايز كده؟ طب مش أنت تقدر، كنت منعته. أنا أقدر أمنعه، بس ما ينفعش أمنعه، لأن اديته حرية، والحرية ديت هي اللي تخليه إنسان، وما أقدرش أخذ الحرية دي منه لأنها هتجعله حيوان، وأنا عايزه يفضل إنسان. أنا وضعت قانون وأنا هحترمه مهما كانت النتائج بتاعته، لأن القانون ده صالح وعادل وكامل. واضحة الفكرة ديت؟ إذن فهمي عن قدرة الله المطلقة لازم يتغير في ضوء الحكاية ديت. ده مش بيحد قدرة الله، ده الله بإرادته بيحد إرادته، بيحد قدرته. الله بإرادته بيحد قدرته احتراما لإرادة الإنسان. يعني أكتر حاجة تقدر تمنع قدرة الله هي إيه؟ إرادتي، لأنه بيحترمها، مش لأنه أقوى منه. مش قدرتي اللي بتمنع قدرة الله، اللي بتمنع قدرة الله مش قدرتي. إرادتي، اختياري أنا كإنسان. وده اللي يفسر الشر، إن الشر ده صنعة الشرير والأشرار وليس صنعة يد الله. الآية المشهورة اللي موجودة في رومية 8، كل الأشياء تعمل. إحنا بننسى العبارة ديت وبنقولها كل الأشياء تعمل للخير الذين يحبون الله. الآية ما بتقولش كده، بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير. كل الأشياء للخير أبداً. إخوات يوسف لما باعوه هم قصدوا به إيه؟ شراً. امرأة فوتيفار لما اتبلت عليه قصدت به شراً، صنعت به شراً، اتبلت عليه واتهمته ظلماً، صح كده؟ لكن 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 الله في سلطانه في محبته، إذا أنا بعيش في طرقه، إذا أنا متمسك به، يجعل الأشياء التي للشر تقول في النهاية للخير. لكن الشر اللي حصل مش ايده ولا ارادته. لو انا بقى مش عايز ارادته، ولا انا خاضع ليه، ولا انا عايزه، هيقدر يحقق ارادته الصالحه في حياتي؟ لا يمكن. كل الاشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله، للذين، للي ارادوا، للي سمحوا له انه يعمل كده، مش لاي حد. ليه؟ لاني بحترم ارادتك. عايزني اتدخل هتدخل، مش عايزني اتدخل هعمل ايه؟ مش هتدخل. طب انت عايز تدخل؟ طبعا عايز تدخل. انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل. طب ان سمع وما فتحش اعمل ايه؟ هكسر الباب. ابدا مش هكسر الباب، لاني احترم ارادتك. الحته دي نقطه تحول في فهمنا لربنا. احنا متعودين ان واضع القانون فوق القانون. احنا متعودين اللي يقدر على حاجه بيعمل ايه؟ بيعملها رغم انف الآخر. ربنا مش كده. ربنا لأنه كامل، مش لأنه ناقص، مش لأنه مش قادر، لأنه كامل. طبعا دي ليها تبعات كتيرة جدا، وبتجاوب على أسئلة كتيرة جدا في الحياة. أحكي قصة أختم بيها الجزء ده، وبعدين يكون عندنا وقت للأسئلة. في مخيم للشباب، زي مؤتمر للشباب، فوجئت بفتاة من عائلة راقية جدا ومتعلمة جدا، أبوها أستاذ جامعي، مكسورة جدا. فقلت لها مالك؟ فقالت لي أنا
متلخبطة ومتضايقة ومتغاظة ومش عارفة أعمل إيه في نفسي. قلت لها خير خير في إيه؟ قالت لي من فترة وجيزة تزوجت. قلت لها كويس. قالت لي لا مش كويس. قلت لها ليه؟ قالت لي شخص في الستاف الجامعي مدرس في عند والدي البروفيسور اتقدم لي، عنده مستقبل وستاف جامعي ومن عيلة كويسة، فأبويا شجعني جدا أن أنا أقبله كخطيب. اتخطبنا، ابتديت أتعرف عليه، بصيت لقيته مش مظبوط، مش طبيعي، في حاجة غلط ومش فاهمة إيه. رحت البابا قبل الجواز بحوالي أسبوعين، قلت له بابا مش هينفع أتجوزه، في حاجة غلط ومش عارفة إيه، بس الرقص ده مش طبيعي، مش طبيعي، مش نافع خالص. فبابا قال لها حرام عليك يا بنتي، فاضل اسبوعين، طبعا الدعاوي وزلنا الناس هتقول عليه، سمعتك سمعتي مش عارف ايه، عشان خاطري اتجوزيه وعلى ضمانتي وما لكيش دعوه. اتجوزته يوم الفرح، روحوا الاوتيل بعد حفله كبيره قوي، عيله كبيره جدا، بعد احتفال كبير قوي، دخلوا غرفتهم وفوجئت بالشخص دوت بيشدها من شعرها وبيرميها في الارض وبيضربها. ذهلت، ايه الحكايه، في ايه في ايه؟ اكتشفوا ان الشخص ده مريض ومش كامل الرجوله، وعشان يغطي الحكايه ديت كان عنيف جدا معاها، وروحت بيتها وابتدت تبكي حسرتها، وازاي كده وازاي يحصل كده وازاي يحصل كده. فالناس كلها بصي يا بنتي دي قدرك وده اللي مكتوب لك، والجواز اسمه ونصيب، زي ما احنا عارفين طبعا ان مش حقيقي ها، لكن كل الناس مشروع الجواز اسمه ونصيب وده نصيبك ولازم ترضي بيه، اوعي تفتحي بقك ربنا يزعل منك. فقلت انا متضايقه من ربنا ليه، انا عملت ايه عشان اتدبس التدبيسه ديت؟ يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، والزواج اسمه وايه ونصيب، وده نصيبها اللي من ربنا. ربنا يبقى شكله ايه بقى بالنسبة لها؟ ده ربنا؟ ما تزعلوش مني، انا قلت لها اجابة تانية، قلت لها ده مش ربنا ده ابوكي، ده ابوكي، ده مش ربنا، ده مش ربنا. الله بريء من الشر، الله لا يصنع شر. اردت ان اجمع اولادك ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. ده مش عقاب، ده نتيجة، ده اختيارك. انت سمعت للناس، انت عملت اللي في دماغك، انت ما سمعتش رأيي، انت ما مشيتش ورايا، انت مش عايزني، انت عايز تمشي بدماغك، انت عايز تصنع شر بنفسك، انت عايز تصنع شر بقريبك، ده اختيارك في الحياة. بص حوالينا في العالم النهاردة، احنا بنعيش ايام صعبة جداً. ده ربنا؟ ده ربنا إله الحب وإله الرحمة وإله الكمال؟ ده شر الإنسان. خلونا ناخد وقت نسأل، فرصتك تسأل. أنا عارف أن الموضوع ده ممكن يفتح باب هائل من الأسئلة اللي محتاجة يمكن إلى إجابة. فرصتنا المعتادة أننا نسأل ونتأكد أن اللي احنا سمعنا ده مفهوم لينا واللي بيشاهدونا على شاشات التلفزيون. تفضلوا. لو ربنا بيحترم إرادتي 100% زي ما حضرتك بتقول، بنسبة كام في المية بيحترم مشاعري واتجاهاتي؟ يعني إيه يحترم مشاعري؟ إيه اللي في احترام للإرادة وعدم احترام للمشاعر؟ مشاعري الحاجة اللي بتوصلني منها ان ربنا مش مهتم بمشاعري او مش بيحترمها، طبيعي هي الحاجات اللي بتقلمني، موت حد قريب مني، مرض، سقطت في امتحان، يعني الابليكيشنز كتيرة قوي، طول ما احنا عايشين طول ما بنتخبط في حتت وفي حاجات، ففين ربنا من ده؟ الدرس اللي بنستفاده من فهمنا لقدرة الله غير المحدودة، إن الله يقدر على كل حاجة فنقدر نثق فيه، إن ربنا بيحترم إرادتنا في عمر ما حيلوي دراعي ويجبرني على شيء أنا مش عايزه. احترام المشاعر، هل ربنا هو اللي جرحني فمطالب إنه ما يعملش كده احتراما لمشاعري؟ ولا هل اللي جرحني هو شخص آخر
ربنا اداله الحرية في الشخص ده، جرحني، خان أمانة، أهني، ظلمني في امتحان فما خدتش الدرجات اللي أنا أستحقها، خبطني وأصاب عربيتي وكسرها ويمكن كسر رجلي. واضح اللي أنا بقوله؟ فلازم نخلي بالنا أنه الله في محبته بيخاف على مشاعرنا، مش بس بيحترمها. الله في تقديره لينا بيحترم إرادتي، أني ما بيجبرهاش على حاجة أنا مش عايزها حتى لو هو عايزها، لأني أنا كائن مستقل بذاتي. لكن أكيد هو مش بس بيحترم مشاعري، ده بيراعيها. إحنا لأننا بعقليتنا بنقول إن كل حاجة حصلت في إرادة الله وجرحتنا يبقى ربنا ما احترمش مشاعري. لكن لو رجعنا للفكرة إن أغلب الأحداث اللي بتحصل في الحياة ربنا بريء منها. أغلب ما بيحدث في الحياة النهاردة شر أكتر من خير، صح؟ والله ملوش دعوة بالشر، الله لا يصنع شر بأحد، مظبوط؟ واتفقنا على الحكاية دي قبل كده، الله لا يجرب أحد بالشرور. فالمعجنة، سوري في العبارة، المعجنة اللي الناس عايشة فيها، لما تتفرج على العراق، لما تتكلم على فلسطين، لما تتفرج على السودان، المعجنة اللي الناس عايشة فيها ديت، ده شر الإنسان بأخيه إيه؟ الإنسان. أنت مجروحة من اللي الناس بتعمله فيكي، هو مجروح عليكي أكتر منك. في كل ضيقنا يعمل إيه؟ يتضايق ويرسل ملاك حضرته لينجينا. هو لو دخل ومنع الشر يبقى منع حرية الإنسان، فهو بيسمح بالشر لكن هو يتدخل عشان يعمل إيه؟ عشان ينجينا من الشر. هو يسمح بالظلم اللي يقع على يوسف لكن هو يتدخل عشان يحقق مشيئته الصالحة في حياة يوسف، بأنه يعطي حلم لفرعون ويخلي يوسف يفسر الحلم ده فينقذه من الظلم اللي وقع عليه. احنا بنتصور ان ربنا عشان يراعي مشاعري يبقى ما يخليش حد يجرحني. طب عشان ما يخليش حد يجرحني هو حرم الاخرين دول من ايه؟ من حريته، يبقى كسر القانون. لكن زي ما سمح للاخرين ان هم يجرحوني بيسمح لنفسه ان يتدخل ويضمد جرحي وينقذني وينجيني ويحول الشر الذي قصده بي الناس خيرا لتحقيق ما قصده. عشان كده اقول مره تانية، فهمي الأعمق لقدرة الله غير المحدودة بيخليني أفهم قد إيه احترامه ليا، لكن بيخليني أشعر في نفس الوقت باحترامه لحرية الناس بما أنا أني لسه في أمان، لأن ربنا قادر أنه يحميني، وإذا سمح بالألم أنه يجيلي أنه يحول هذا الشر في حياتي إلى خير. فلازال الأمان موجود، الاحترام موجود والأمان موجود، فأقدر أستند على ذراع الرب القدير. واضحة الفكرة دي؟ أصل يعني إحنا طول الوقت بنقول أنه يعني إحنا بمصدقين جدا ومقتنعين تماما أن الحرية مطلقة وأن الحرية للإنسان؟ لا مش أوكي. مطلقة. أوكي، يبقى هي دي البوينت اللي احنا بنتكلم فيها، أنه الحرية مش مطلقة. طالما أنا هكسر الحرية بتاعتي هتكسر حرية حد تاني، اوكي، فهنا انا هقف. وبالتالي هنا ربنا كسر القاعدة انه لما يسمح انه حد تاني انه يأذيني او حد تاني انه يجعني او على الاقل الشخص ده يكمل يوجعني، اوكي، فربنا طول الوقت مدي حق لحد انه يكمل يكسر حدود حريتي انا. هايل، خلي بالكم الحتة ديت هتدخلنا في حتة كبيرة مفروض هناخدها بعد دراسة شخصية الله، زي الله بيحكم الخليقة وزي ربنا عامل التوازن دوت. بس عايز أصلح معلومة هنا، ربنا بيحترم حريتي لكن أنا كائن محدود فما ادانيش حرية غير محدودة. لو كائن محدود خد حرية غير محدودة يكسر الدنيا. ليه الإنسان، ليه ربنا بعد ما سقط الإنسان حدد أيام حياته على الأرض؟ لأن لو أنا شرير وعمري ما حموت هبهدل الدنيا. فربنا حد أيامي وحد قدراتي وحد حريتي عشان يسمح بحرية الآخر، زي ما أنت بتقولي بالضبط. لأن لو أنا عندي حرية مطلقة هتجاوز بها على حريتك، فاداني حرية محدودة واداكي حرية محدودة عشان أنا أحترم حريتك وعشان أنت تحترم حريتي، أو عشان أنا أبقيكي حية وأنت تبقيني حي. واضحة الفكرة أنا عايز أقولها؟ فأساسا الحرية اللي ربنا ادهلنا كبشر حرية مش مطلقة، لأن أنا كائن غير مطلق في حد ذاتي. لكن هل الحرية دي هتمنعني من يأذيكي؟ أنا معدي في الشارع ولقيت واحد مش عاجبني رحت مديله قلم على وشه، ربنا وأنا بديله قلم على وشه يروح
يعني يسمح لي اضربه لكن يجي عند قبل وايدي تقف. انت عندك حريه انك تشاء انك تضربه بس الالم ما يوصلش عشان خاطر ما تضايقوش. دي مش حريه محدوده، دي مش حريه خالص. ده شلل نصفي صح كده. الحريه المحدوده اني اقدر اذيكي، لكن الله يحميني ان الاذيه دي ما تدمرش حياتي، ينقذني من التدمير، ينقذني من مؤامره الشرير. خدت بالكم من الفكره ديت؟ فالحريه المحدوده مش معناها ما توصلش اذيه، لكن الاذيه ديت ما تفسدش اراده الله الصالحه في حياتي لو انا خاضع للاراده الالهيه. للذين يحبون الله، للذين اختاروا الله ملجا وحصن امان ليهم. داود ربنا مسحه ملك، شاول طرده سنين طويله صح. ده الممسوح ملك اللي ربنا معينه ملك، وده الملك اللي ربنا قال له انت مش نافع، انت مش سامع الكلام. هذا الملك اللي نزع عنه ملكوته ابتدى يطارد الملك الممسوح من الله سنوات طويله، وعاش سنوات طويله صعبه صح صح. طب ما تحميه منه وتاخد حياة ده وتخلص الموضوع. لا، هاخد ده في زمنه وهعين دوت في زمنه، وسنين الالم ديت اللي فيها الراجل ده مضطهد بلا سبب انا هقف معاه وانجيه وانقذه واصنع منه راجل يحقق مشيئتي في الاخر. ففي توازن في القوه ربنا حاسبها صح، ان في الاخر يدينا حريات متساويه، ناخد فرص متساويه، والشر اللي بيقع علينا هو بيتدخل عشان ينقذنا منه. في معادلة إلهية ربنا حطها جميلة جدا جدا جدا، بيقول إيه؟ لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، يبقى يسمح بالتجربة مش أكتر مما نحتمل. اتنين، يعطينا المنفذ، يعطينا النعمة، يعطينا البركة، يعطينا طاقة النجاة، يعطينا الناس اللي تساعدنا، يوجد معنا في الظروف ديت فيخلي الظروف دي تحلو برغم إنها سيئة، زي ما كان مع يوسف في بيت بوتيفار وكان مع يوسف في بيت السجن ماشي. وبعد النمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، إن في هذا الضيق تعزياته تلذذ نفسي، أختبر ربنا كما لم أختبره في أي مكان آخر، زي في الأتون اختبار ما مش ممكن أختبره في مكان تاني. وبعدين نمرة أربعة، ربنا يحط ملح وفلفل ويحوج الطبخة ديت ويصنع مشيئته في الآخر. هتبقى في وقت صعب بس مش هتعطل الإرادة الإلهية. في الآخر يوسف هيبقى هنا، هيبقى هنا. في الاخر داود على العرش، داود على العرش. في الاخر فلان هيحصل لو انا سرت في طرق ربنا واحتملت الالم. الالم يزكيني ولا يحرمني من الوصول للقصد الالهي. فير ولا مش فير؟ يبقى ربنا احترم حريه الشرير وانقذني منها، سمح بالالم واستخدمه لمصلحتي مظبوط. فيبقى الحسبه في الاخر هنا فير لكل الاطراف. لو حبيتي تغيريها عن كده هتبقى فير ليكي ومش فير لمين؟ للتاني. ففكري فيها كأن واحد حاطط نظام لفرد داخل جماعة، مش مجرد أفراد ما لهمش دعوة ببعض. إحنا داخلين مع بعض، إحنا عايشين مع بعض. أنت أسرتك هتأثر عليكي ولا مش هتأثر عليكي؟ طيب، وأنت هتأثري عليها ولا مش هتأثري عليها؟ لو ربنا حرمك من إنهم يأثروا عليكي هيحرمهم إنك تأثري عليهم، فهم مش هيزوكي وأنت مش هتباركيهم. فالحرية اللي ربنا سمح بيها، سمح إن الأذية توصلني، لكن سمح كمان اني ابارك غيري. ده لمصلحتنا ولا مش مصلحتنا احنا ككنيسه؟ ان الاذيه توصل لنا بس البركه نقدر نديها للناس. لو انا مش هاثر فيكي خالص لا بالشر ولا بالخير، يبقى انا مش هقدر اساعد ولا انسان يعرف ربنا، لاني ملياش تاثير على حد، فمحدش عايزيني. بس انا عمري ما هكون بركه لحد. لا، انا مستعده اتاذي واكون بركه للناس على اني لا اتاذي ولا اكون بركه. فالسماح ده، السماح ده اللي محسوب بطريقه دقيقه الهيه لمصلحتنا كشعب الله، لان احنا نور هننور، واحنا ملح هنملح، واحنا رساله حياه هتنقذ حياه الناس. فاما ربنا يحطنا في قوالب كده لا حاجه توصل لي ولا حاجه تطلع مني، هبقى ايه لازمتي على الارض؟ خدت بالكم؟ فاحسبوها من فوق، احسبوها من فوق، هتلاقي في الاخر الحسبه ما تكونش احسن من كده. مظبوطه مظبوطه، زي ما بيقولوا جاست رايت، مظبوطه مظبوطه. خلينا نستنى شويه هنتكلم عنها بتفصيل وهنحط خريطه ونستف الامور، لكن ده بس كده يعني نبل رقكم لغايه لما نوصل للحسبه دي. عايز في نهايه الحلقه دي اشكركم على الاسئله الرائعه وعلى الانصات وعلى التجاوب الجميل دوت.
بصلي في قلبي ان الحق ده ينور اذهاننا ويساعدنا نشوف ربنا في جماله وجلاله، نشوفه بوضوح زي ما الكتاب رسمه، مش زي ما خيالنا البشري والناس اللي حوالينا رسموه لينا. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة مع مدرسة المسيح، ربنا يبارككم. أمين. مدرسة المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لنا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي انت مش فاهمها. انا عارف ان المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك. امين.